تاج اللعبة نفسها من البلاي ستور، أو ممكن تلاقي الرابط بتاعها في الديسكريبشن أسفل الوصف. وهنحمل ملف اسمه هاك دريم ليج سوكر، هتلاقوا هو ده الملف، هتلاقوا الرابط بتاعه في الديسكريبشن أسفل الوصف. أول حاجة هنشوف اللعبة مهكرة ولا لا، ونرجع للشرح تاني. هنبدأ نفتحها، زي ما حضراتكم شايفين لسه اللعبة محملها، يعني زي ما حضراتكم شايفين مفيش تهكير خالص في اللعبة. كل لعيبة قوتهم 57 وال 64، واللعبة مش مهكرة خالص يعني زي ما حضراتكم شايفين. هنطلع ونرجع للملف اللي هو هاك دريم ليج، وهنضغط عليه ضغطة كده، هيجي لك استخرج هنا او استخرج الملفات الى. هتقول لي يا عمرو ما جاتليش استخرج هنا واستخرج الملفات الى، هقول لك انا تعمل ايه. في زد ارشيفر هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف باذن الله، هتبدأ تفتحه، وهتبدأ تفتح تضغط على اللي هو هاك دريم ليج، تبدأ تضغط عليه ضغطة، هيقول لك استخرج الملفات هنا، هتضغط استخرج الملفات هنا وتكمل معايا باقي الشرح. تضغط استخرج الملفات هنا وهتلاقي الفولدر ظهر لك بالشكل ده، هتلاقي فولدر تاني جواه وهو ده اللي هناخده كوبي. هنضغط عليه ضغطة مطولة وهنضغط عليه نقل. لو في ذات ارشيفر هتضغط عليه ضغطة مطولة وهتضغط قص او نسخ، فلحسب ما انت عايز. لو عايز تاخده قص عايز تاخده نسخ فبراحتك يعني، انا هاخده هنا نقل. وبعد كده انت هتذهب بعد ما هتاخده نسخ، هتبدأ تذهب الى فولدرات يعني بتاعت المساحة التخزينية بتاعت الموبايل بتاعك كلها، وهتضغط على اندرويد. بعد كده هتيجي تضغط على داتا، تضغط لصق، هيقول لك موجود مسبقا، هل تريد استبداله؟ هتضغط موافق، تبدأ تضغط موافق على كل الملفات اللي يقول لك عليها. ذات ارشيفر نفس الخطوات كلها يعني، مش هيفرق. انا بس حبيت اشرح من الموبايل يعني، عشان في ناس كتيرة بيبقى موجودة في الموبايل بتاعها وبتحمل ذات ارشيفر. بعد ما حضراتكم كمل تحميل هنرجع للعبة ونشوف هل هي اتهكرت ام لا. هنبدأ نفتح اللعبة، زي ما حضراتكم شايفين هنضغط على كريب، هنستناه بضع لحظات. لو لاحظت هنا كل حاجة متهكر في اللعبة، النقود زي ما شايفين حضراتكم. ولو دخلنا هنا على التيم هتلاقي كل حاجة متهكرة، هتلاقي عندك دخية وعندك كرفخال وراموس ومارسيلو ومودريتشو وكروس وانيستا وديبالا ونيمار ورونالدو وميسي، وهتلاقي التشكيلة نارية، حتى الاحتياطي هتلاقيه نار. ولو حتى ضغطنا على ميسي يعني، ولو ضغطنا على بلاير ديفلوبمنت اللي هي تطوير اللاعب يعني، هيقول لك ميسي مش محتاج يتطور، لان لو ضغطنا عليه هنا هتلاقي كله ميات كله ميات. فهنبدأ نلعب مباراة، نضغط على بلاي، نبدأ نشوف. زي ما شايفين حضراتكم حتى التسديدات تسديدة نارية قوية يعني، مش
الشرح بسيط، حبيت اشرح لكم بناء على طلباتكم. يعني كان جالي اكتر من حد يعني بيقول لي اشرح تفكير دريم ليج، وبناء على طلبات حضراتكم شرحته فيديو بسيط. يعني انت لو ما جاتلكش استخرج هنا في موبايلك، هتحمل ذات ارشيفر وهتعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها. وهو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.